أحبتنا، نحن في عزلة ما من عزل الحجرية، كل ما فيها معرفة، جبالها وقراها وأمكنتها الأثرية وأبناؤها المبدعين في صناعة الحياة. لذا تنطق قدس ساكنة ولا تعرف بأل، هي إذن عزلة قدس، الإنسان وسحر المكان وعراقة التاريخ. فأهلا بكم ومرحبا في رحابها في حلقة جديدة. عزلة قدس، يمانية النبت والهوى، حجرية الأصل والهوية. تبعد عن النشمة 35 كيلومتر تقريبا وإلى الشرق منها، وتجاور العديد من العزل كالصلو والأحكوم وبني يوسف وبني حماد وتربة ذبحان. وادي الأشروح الخصيب فيها شريان جمال يتدفق خضرة وعطاء. وإلى القرب منه وادي المصلى الذي خلدته أغنية فهد بلان والمرشدي بكلمات الشاعر سعيد الشيباني. الكدرة، الأشروح، المصلى، مطران، مسميات خالدة لا تغيب كأبرز المفردات التي تشير إلى قدس، الأرض والإنسان. الإنسان الذي استوطنها منذ القدم وترك على ترابها أبرز المعالم والحصون والآثار والأضرحة كحصن مطران وبعض الأضرحة الأخرى. ولقربها من عدن أدرك أبناؤها أهمية التعليم، فتأثروا مبكراً بحركات التنوير في مطلع القرن العشرين، وكانوا رواداً في السياسة والأدب والشعر. يا نجم يا سامر، سامر فوق المصلة، سامر فوق المصلة، نحن الآن في هذه المنطقة، منطقة أو قرية حلقان بعزلة قدس. معنا الأخ محمد عبد القاسم، سيحدثنا بالتأكيد عن قدس، سيعطينا نبذة شاملة عن قدس بشكل عام. تفضل أستاذ. عزلة قدس تتبع مديرية المواسط، وهي عبارة عن مجموعة من القرى والمحلات، البعض منها متناثرة والبعض منها متقاربة، وطبعا تضم ذات كثافة سكانية كبيرة، تفصيلها الطبيعة الجغرافية من الجبال والهضاب والأودية كوادي العقاب ووادي الجنات وغيرها من الأودية. وهذه القرى طبعا متباعدة، البعض منها مثلا هنا منطقة المكيشة، منطقة البطنة، ومنطقة مطران ردع، بالإضافة إلى حوبا قدس، في معك منطقة بني حمدان ووادي العقاب، ثم نلتف المنطقة الأخرى إلى منطقة الذعف، عمقان، منطقة قرية الدخل، الكدرة، صبون، بالإضافة إلى القرية التي أنتم فيها وهي قرية حلقان قدس، وطبعا ذات كثافة سكانية وأيضا مباني متقاربة، والمدنية طغت عليها لكن مع المحافظة على بعض العادات والتقاليد من التراث اليمني الأصيل. نعم. طبعا قدس هي كبيرة على فكرة، وايضا حلقان كما ذكرت انها يعني كثيفه سكانيا، والدليل يعني تلاصق المباني على غير القرى الاخرى. بالنسبه لموضوع يعني المدنيه اللي طغت عليها وحفاظهم على ايضا كل ما هو قديم وجميل، ممكن تكلم لنا شويه حول العادات والتقاليد اللي ما زالوا محتفظين فيها؟ العادات والتقاليد ما زال، الاعياد او المناسبات في الاعياد هي التي تجمع الناس سواء كانوا كبار السن،
أو الشباب للمحافظة على بعض العادات والتقاليد. في معنا الفاتشة هذه تأتي مع الدف للضرب فيه، بالإضافة حتى إلى أنه أشوف في الفترة الأخيرة في فترة العرس في حفلات النساء قبل الزواج يخصصوا يوم واحد لللبس الشعبي، مثلا المقرمة اللي يسموها الزنة، هذا اللبس البلدي للنساء يعني، للنساء وكذلك حتى الرجال، الرجال كمان، الرجال ايضا يعني قبل العرس، وفي حتى يوم العرس بدلا من الثوب المدني البدله والكرافته هناك ايضا الجمبيا بالاضافه الى الثوب بالاضافه الى المشده. اذا يعني المعاصره مع المحافظه على الماضي. ايضا ايضا يعني اعتقد انه بالنسبه للرقصات ايضا والاهازيج المرافقه لها، ما زالت الرقصات طبعا تحتل مكانة كبيرة داخل القرية، كالرقصة الزبيرية وغيرها حتى من الرقصات لفيصل علوي وغيرها في الأعراس. المناسبات الأعراس طبعا بالطبول وال... طبعا أيوة، بالإضافة إلى حتى في الأعراس موجودة الطاسة، الطاسة والأيوة أثناء مثلا الإتيان بالعروسة إلى بيت العريس، ما زالت هناك مجموعة من العادات والتقاليد محتفظ فيها رغم وجود المدنية. جميل. وهذا شيء ممتاز ممتاز حلو إيجابي. الأستاذ محمد عبد القاسم سعدنا بلقائك من هنا من حلقان، شكرا لك. مشاهدينا ايضا نحن الان هنا في اسم القريه هذه الكدره، يعني نتعرف عليكم. محمد عبد الرحمن عثمان. محمد عبد الرحمن عثمان، نحن الان في هذه المرحله من مراحل الحصاد، هي مرحله ايضا متاخره. يعني الان ايش اللي تعملوه الان؟ الان نرص الوقيم. الوقيم هذا تسموه مرحله الوقيم. الوقيم نعم. ليش الرص كذا بالشكل هذا؟ الرص هذا ما يقيم، يعمل انه ما يقيم يعني من شان الامطار وال ها يعني. طيب انا اشوفكم هنا برضو عاملين يعني في مناطق كثير يعملوا الميجا، ماذا يسموه صح؟ نعم. ليش تحافظ على من القديم من السملاء من ها اللي هو الحجار ولا الرماد؟ الحجار والرمد. الحجار والرماد تحافظ عليه من الرطوبه من الارضه. نعم ايوه. طيب يعني كذا الان كل واحد من اصحاب الاراضي لازم يعمل كذا؟ نعم، يعمل مواقيمها كذا. كم يجلس المواسم؟ كم يجلس كذا محافظ على العقور بالشكل هذا؟ نهايه السنه. يجلس سنه يعني؟ نعم. فتره الانتهاء حقه سنه مده الصلاحيه. نعم. يلا شكرا جزيلا. يعني بدايه السنه الى نهايه السنه. ربنا يعينكم ان شاء الله. مشاهدينا ونحن نتجول في أرجاء عزلة قدس استوقفنا الحاج يوسف محمد أحمد. محمد أحمد سلم خولي. ما شاء الله. طيب الحاج يوسف هو الآن يقوم بعملية ما يسمى باللبيق، وهي إحدى مراحل أو آخر مرحلة ربما من مراحل الحصاد المزروعات أو الزرع. نعم. طيب حاج يوسف الآن هذه المرحلة الثانية تسمى اللبيق. اللبيق. اللبيق وهذا اللي هو هذا الملبق. 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 طيب. الان اللبق هذا علشان ايش؟ عشان تخرج علشان يخرج الحبه. الحبه ايوه ايوه. وبعدين يعني بعد ما تدقدقه وبعدين ترجع تخرج القصاوع والمسمار صفيته وخرجت الحب. ايوه. طيب يعني عمليه الحصاد يعني هنا عندكم، نحن الان اليوم خلاص لقينا وقضوا لبيق، عمليه الحصاد كيف تتم؟ يعني اولا يبعدوا هذا، شوفوا المحجن بعد المحجن. ايوه ايوه. وبعدين ترجع العقوره.
وبعدين بعد البذور بعدين تبقي لهذه تبقي القشية. القشية نرجع ننتخي. ايوه ومن بعد هذا طبعا لكم تاكلوه نازل والعقور للقرش والقشة للصعاد وقدوبة للصعاد يعني استفادة كاملة. ممتاز ممتاز. طيب كم تستغرق العملية هذه الحين؟ كم تجلس البوق؟ البوق يعني ربع ساعة على الأقل الوقص الواحد يعني الوقص يعني تعمل 5-6 جواني ووقصها. ايوه يا ربنا عينك. يعني مشاهدينا نتابع الان هذه العمليه عمليه اللبي كما تسمى مع الحاج يوسف. الله يعينك بالتوفيق. أحبتنا، تكمن أهمية المكان بما يحتويه من مقومات الحياة كوفرة الماء وخصوبة الأرض وكثرة الأمطار، وهذا ما جعل أرض قدس موطناً للإنسان منذ القدم. ترك بصماته الأولى وخلف فيها الكثير من المعالم الأثرية كهذا المسجد الأثري المندثر الذي يسمى بمسجد الحمراء. نتعرف عليك يا حاج. اسمك يا حاج؟ ايش اسمك؟ اسمك درهم محمد نعمه. درهم انت يا حاج اسمك؟ اسمي عبدو احمد قائد عبدو النبهاني. ايوه حاج درهم. يا حاج كلمنا احنا عن المسجد هذا. هذا مسجد الحمراء كله. ايوه. وبعدين كنا يطلعوا كانوا يصلوا من هناك من تحت على درج لا هنا. ها من القرى اللي تحت كان في درج لا فوق. ايوه كان أيوة. في درج يعني درج بيطلعوا يصلوا وروحوا. يا حاج المسجد هذا كمان انت جبت لي اول حكايه ثانيه. ايش هي المسجد هذا؟ الحمراء. مسجد الحمراء وقفت هنا. هي مصريه الجنسيه حقه يعني حرمه اسمها الحمراء. اي حرمه. ايوه تزوجت وبعدين انتقلت الى العروق وعملت هنا اوقاف بنقل الحمراء. وبعدين ماتت وخلاص. قعدت بنا المسجد هذا. عمل اوقاف هنا مع بياس. مشاهدينا كما رأيتم الكثير من الحكايات وربما الأساطير ربما تحاك حول هذا المسجد، لكن لم نجد يعني معلومة تاريخية صحيحة حول هذا المسجد الأثري المندثر. كنا معكم في هذه الفقرة، فقرة تحل المكان، وما زلنا مستمرون معكم. أعزائنا، فكر القدسي يمثل بصوته العذب هوية قدس خصوصاً والحجرية بشكل عام. نستمع وإياكم إلى بعض من دندلاته وملالاته، وربما نسمع أيضاً منه الجديد على قناتنا قناة يما الشباب وبرنامج تعز عشق الحياة. ألا من أرض قدس والرايديو تكلم، ألا والرايديو تكلم، فكري الملالي من التراث تعلم، ألا طير السماء اللي تروح وترجع،
آلا يلي تروح وترجع خدني قدس والقلب به مولع ألا طير السماء يا علي يا معلي ألا يا علي يا معلي خذني قدس لقريتي وأهلي. طيب فكري إيش اللي خلاك يعني تتجه للملالاة والتراث؟ من واجبنا الوطني أن نحافظ على تراثنا وخاصة في هذه المحافظة الجميلة الحالمة. في السابق كان لدينا الوالد رحمة الله عليه يشتغل في التجارة سابقا، فكان الوالد رحمة الله عليه مثلا إذا مر بأحد من الذين يتعامل معهم سابقا في اليوم الأول وقد جرحه جرحا، فإذا باليوم الآخر هذاك الذي جرح الوالد يقول له السلام عليكم كيفك يا علي يا حق علي قاسم، فإذا بالوالد يرد له بلغة التراث والملالاة يقول له ألا رد السلام ما نشعل سلامك ألا ما نشعل سلامك عاد القليب مجروحي من كلامك. حلو حلو جميل على فكرة. طيب الآن يعني من الملاحظ أنه في يعني ظاهرة كويسة على فكرة هي وجود الكثير من الملالين الآن الجدد يعني. نعم هذا واجب علينا كان شباب في المحافظة تعز أو شابات أو أخوات مثلا أو رجالا أو نساء أن يتغنوا بهذا التراث لأنه تراثنا الأصيل. طبعا الآن هو بالمناسبة فكر القدسي هو كمان خطيب خطيب، لذلك أنا أشوفك الآن تقمص شخصية الخطيب. نعم نعم رغم أن الجلوس معه ممتع جدا ومسلي جدا لكن الآن شفت يعني شفت شخص آخر، فكيف تجمع ما بين فن الخطابة وفن الملالة؟ لكل حدث حدث حديث. ولكل مقام مقال. نعم أخي فكري كما ذكرت في السابق الحديث معك ممتع حيات. لكن الوقت ضيق. نعم بإيش يختم هذا اللقاء؟ قبل الختام أود أن أجيب بيتين للقناة خاصة وأقول لها من هنا من منطقة قدس من منطقة الكدرة أقول آلا يا من شباب أحب كل من فيك آلا أحب كل من فيك أنت حدد الموعد وأنا شالقيك ألا أنت الزخم والفخر حين يسري ألا والفخر حين يسري شهادتك وسامي على صدري. الختام والأخير إلى أمي الحبيبة هناك في وادي الأشروح. آلا أمي الحبيب مخيمة ببالي آلا مخيمة ببالي لما أذكريك واصل حياتي سليم آلا وانت الهناء ومصدر السعادة ألا ومصدر السعادة وربنا قد قال طاعتك عبادة. وأخيرا إلى الحبيبة أم الأولاد أجدد لها الترحيب من هنا من قناة يمن شباب وأقولها ألا لو يعلنوا في الغرب حرب ثالث ألا في الغرب حرب ثالث ما نال عهدك يا الحبيبي ما كيف. والسلام أم من؟ أم أويس وأم أحمد وأم خلاص. علي وأم جنس وأم جوهر يا أم أويس يا أمهم كلهم تطمني خلاص في كل القنوات يأكد أنه لو استمع حرب ثالث لا مجال للفراق. مشاهدينا ما زلنا معكم. والقهش بلحقان
زرع أخضر والقهش بلحقان والقهش بلحقان بغيبتك ذيب الفلات حايم على المواشي والبتول نايم بغيبتك ذيب الفلات حايم على المواشي والبتول نايم وانت على الغور بات عايش هايم وانت على الغور بات عايش هايم سعيد وغيرك مبتلي بالحزان سعيد وغيرك مبتلي بالحزان ارجع لي حولك تندعي تسقيه ورد الربي ملو ملو سواك يجني والزرع اخضر والقهش بلحقان والقهش بلحقان غبني على عمري عمري قرى سنينه أما الفود قازد قازد أبو حنينه غبني على عمري عمري قرى سنينه أما الفود قازد قازد أبو حنينه متى اشتعد داش فيه من أنينه متى اشتعد داش فيه من أنينه والغربة زادة في القريب يا شقال والوحدة زادة في القريب يا شقال ورجالي حولك كم دعك تسقيه ورد الربيع ملو ملو سواك يا جني والزرع أخضر والقهش بلحقان والقهش بلحقان والزرع أخضر والقهش بلحقان والقهش بلحقان والقهش بلحقان Yeah.
مستوصف لا بل مستشفى بني في ثمانينيات القرن الماضي مكتمل المرافق على نفقة الكويت الشقيقة، ويعد من أوائل المرافق الصحية في اليمن. بني ليقدم الرعاية للعديد من القرى والعزل المجاورة. فهل ما زال هذا المشفى قيد الخدمة؟ هذا ما سنعرفه في هذه الفقرة، فقرة قضايا مجتمعية، مع الأستاذ عبد الحكيم أنعم عضو المجلس المحلي في المنطقة. أهلا بك. يا ريت تحدثنا عن المستشفى. طبعا المستشفى تأسس في الثمانينات، كانوا يقدم خدمات كبيرة للمديرية مش عادلة عزلة، وإنما على مستوى المديرية. ثم بعد ذلك تعرض للإهمال الشديد. طبعا نسيت أنه من طبعا على نفقة دولة الكويت، هذه الدولة التي تعطي بدون من ولا أذى، ولها في طول اليمن وعرضها كل خدمات، كل الخدمات والمشاريع الخدمية التي يستفيد منها المواطن اليمني. نعم. ولكن في الفترة لها من 10 إلى 15 سنة تعرضت للإهمال التام بعدم وجود الكادر الطبي. لم يوفروا كادر، لا دكتور ولا دكتورة. طرقنا باب المجلس المحلي باعتباري عضو مجلس محلي، طرحت في المجلس المحلي على مدير الصحة في المديرية، على مدير مكتب الصحة في تعز، لكن لا حياة لمن تنادي. يعني مستشفى ريفي بمتكامل المرافق، في غرفة عمليات، طبيب واحد، في غرفة عمليات، في أشياء كثيرة جدا، وكانت تخفف من عانة المواطنين. صحيح. الآن يضطر الواحد يروح للتربة ولا يدخل تعز لو في أي جرح بسيط أو عملية بسيطة، معاناة وهذه معاناة شديدة زيادة في الظروف الصعبة التي نعيشها الآن. فنحن ناشد أيضا من جديد، نناشد مدير عام المديرية، مدير مكتب الصحة في تعز، ناشد الأخ محافظ المحافظة الأخ نبيل الشمسان الذي هو أيضا من أبناء هذه المنطقة، أن يلفتوا لفتة كريمة ويعملوا حل جذري لهذه المستشفى التي تخدم الكثير كما قلنا. جميل. وتقلل كثير من معاناة الناس. طبعا بالنسبة للأجهزة الصحية أكيد تكون انتهت الآن. طبعا بعضها انتهت صلاحية، عدم الاستخدام، عدم الاستخدام أدى إلى أنه في أشياء كثيرة من الأجهزة قد زي ما تقول قد صح. غير بل قد صلاحيتها قد انتهت. إذن نتمنى أن تصل هذه المناشدة إلى الجهات المختصة لإيجاد الحلول العاجلة والسريعة لهذا المرفق ومثله أكيد الكثير من المرافق الصحية. مشاهدينا، ما زلنا معكم في هذه الفقرة، فقرة قضايا مجتمعية، ونحن هنا في مستشفى الكدر الريفي بقدس. هذه هي العيادة الوحيدة ربما التي ما زالت تعمل في هذا المستشفى بجهود ذاتية، عيادة طب الفم والأسنان، ومعي الدكتور يونس حاجب. يعني دكتور يونس، كيف يصير العمل معك في هذا المستشفى، في العيادة الوحيدة، في ظل عدم الإمكانيات وعدم يعني وجود أي شيء مقدم من ميزانية تشغيلية، من مواد خام، من أجهزة للمستشفى؟ طبعاً وصلت إلى هذا المستشفى في عام 2008، تحديداً في نهاية 2008. كان المستشفى مغلق تماماً، فبدأت بمبادرة ذاتية بشراء الأجهزة الناقصة، وبدأت بتشغيل وحدة الأسنان كتشغيل ذاتي، وبدأت يعني باستقبال المرضى، وبدأنا في حوار. بعض المرضى كان يعترض هذا مستشفى حكومي، هذا خدمات مجانية، فكنا نشرح له في كل فترة إنه هذا لا يوجد نفقة ولا توجد دعم، كل شيء إذا يعني دفع المريض سوف تستمر الخدمة وسوف نقدم الخدمة. وبدأنا، فبدأ المريض كان محتاج للعناية ومحتاج للرعاية، وخصوصا في الأسنان، فبدأ يتفهم المواطن، وبدأنا بتقديم الخدمة بمجهود ذاتي تماما، ليس هناك لا مجهود لا دعم من المكتب ولا من أي منظمة. نعم. كل شيء يتم توفيره ذاتيا، لا يوجد أي دعم إطلاقا من الدولة أو من أي منظمة أخرى. كان الله في عونكم. مشاهدينا، أيضا نحن هنا عبر هذا البرنامج نوجه الدعوة لجميع الجهات المختصة، للسلطة المحلية، لمكتب الصحة، للمنظمات، لكل المهتمين أيضا رجال الخير، لدعم هذا المستشفى. يعني كونه المستشفى الوحيد في المنطقة والذي يخدم أيضا المنطقة والمناطق المجاورة. ما زلنا معكم مشاهدينا.
محمد نعمان المنيفي شاعر عاصر الموشكي والزبيري واحتل الصدارة في زمنه شعراً وتنويراً، وكان واحداً من المقربين للإمام أحمد يوم كان أميراً على تعز، ثم واحداً من الثائرين على حكمه. محمد نعمان مسعود كان يقول أدب وثقافة وسياسة، لم يجد من يصقل هذه الجوهرة حتى تضيء بسنائها هذا العالم المغبر. كان مدرسة منفردة، كان يكتب بمداد قلبه وليس بحبر القلم. توفي في ظروف غامضة ولم يظهر ديوان شعره المخطوط، فكان مصير الديوان كمصير صاحبه. للأسف كانت قصائده تحفظ في الصدور قبل أن تحفظ في الأوراق، ووجد في زمن يحارب فيه وجود مثل هذا النابغة، هذا الإنسان العملاق الرائع، كتب قصائد في قمة الجمال وفي قمة الروعة. أقيموا هنا هذا العقيق وذا الملوى، فإن هنا في الجنة الغاية القصوى. للشاعر قصائد عذبة تنم عن ملكة شاعرية وروح شفافة، يقول عنه الأستاذ جمال أنعم وهو يسرد حكاية هذا الشاعر المنسي من الذاكرة: كنت في مقتبل العمر شغوفا بالشعر والشعراء، فكم كنت محظوظا بعثوري على مقتطفات من شعره من العم عوض معلم القرية، والذي حظيت بالجلوس معه. للشاعر صديق قديم جمعت به رفقة عمر وحياة حافلة، أحمد المجاهد، على اطلاع بسيرة الشاعر المنيفي الذي تلقاها من والده الذي درس على يد الشاعر المنيفي في مدرسة الذهب إبان الحكم الإمامي. كان المهم القاضي محمد نعمان مسعود المنيفي، هذا كان أستاذ اللغة العربية وأدابها، اللي تخرجوا من إيده شباب مثل الورد. كان إذا في حفلة يكتب خطبة لهذا ويكتب قصيدة وتلحن وتنشد، وكان يبكر الصبح، وقد حفظ كل واحد من تلاميذه ما كتبه محمد نعمان نثرا وشعرا. وكانت تعز تعيش العصر الذهبي، لأنه كان في مخصصات لكل الطلبة ولكل المدرسين. طبعا محمد نعمان شاعر مطبوع، شاعر بالفطرة، درس بعدن، درس بزبيد، وهاجر بمكة ورجع لا تعز، لم ينسلخ من جلده. محمد عبد الوهاب الجنيد من تلاميذه، أبي من تلاميذه، القاضي عبد الرحمن عبد الولي من تلاميذه، القاضي علي عبد الولي من تلاميذه، الشيخ أحمد محمد الفقيه من تلاميذه، هذولا كلهم لهم مسامات أدبية، عبد الله جزيلان من تلاميذه، كانوا كلهم هامات وقمام. برنامج تعز عشق الحياة كان له شرف البداية، والأستاذ جمال أنعم شرف الإشارة إلى شاعر يستحق أن ننحني له، وربما نجد طريقا يوصلنا إلى ديوانه الظليل في قادم الأيام. أعزائنا، عمار طربوش شخصية اجتماعية في هذه المنطقة، ساهم في العديد من الإنجازات بقرية الكدرة، يشهد له بذلك أبناء المنطقة
وقد ساهم في إعادة تأهيل مشروع المياه بكفاءة، إضافة إلى رصف الطرق الفرعية بين قرى عزلة قدس. لذلك أعزائنا، رأينا نحن طاقم البرنامج وكذلك العديد من الأهالي بأن يكون التكريم في هذه الفقرة هو لهذه الشخصية، الأستاذ عمار طربوش. كيف حالك؟ حياكم الله. أستاذ عمار، يعني يا ريت تكلمنا عن أولا عن أهم الإنجازات اللي نفذت، وعن أيضا يعني معاناتكم في تنفيذ هذه المشاريع. حياكم الله. أولا المنطقة كونها نائية بعيدة عن الطرق عن الرئيسية، فأول المشاريع التي كانت متعلقة هي مشروع المياه الذي أتعب الأهالي وأتعبنا إحنا، فقمنا بمجهود ذاتي مع أهل الخير وقمنا بإعادة تأهيله الحمد لله. الآن اعتبر من أنجح المشاريع في المديرية بأجمعها الحمد لله. هذا عن مشروع المياه، بالرغم من وجود معوقات، يعني كون معانا بيرين خربانة ومعانا البير واحد الذي تغذي المنطقة لأكثر من 800 أسرة مشترك، كنا نطمح إلى إعادة تأهيل الخزانات، إعادة تأهيل منظومة الطاقة الشمسية، لكن سنعمل والباقي على الله. لا نعم، أحد يعمل اللي عليه يعني. طيب لو تكلمنا ايضا عن اهم المشاريع اللي نفذت غير مشاريع المياه. والله بتكاتف ابناء المنطقه واهل الخير من ابناء المنطقه ومن يعني من اصحابنا من المغتربين من ابناء اب من ابناء، والله الحمد لله استطعنا بالمنطقه ربطها بالطرق، اعاده تاهيل الطرق الذي اكثر من 40 سنه لم تؤهل، ولا رصها الحمد لله، والطرق الرئيسيه والفرعيه الحمد لله. فتكاتف الجميع ابناء المنطقه مع اهل الخير مع يعني تحريك المياه الراكده هو الذي صنع هذه الانجازات. مشاهدينا حقيقه يعني ما لمسناه نحن وما راه العديد من ابناء المنطقه هو ان يكون التكريم كما ذكرت في هذه الفقره للاستاذ عمار طربوش، نظرا لهذه الجهود الكبيره في تنفيذ هذه المشاريع، وهي ايضا يعني تحفيز او كتشجيع له وتحفيز للكثير من الشخصيات الأخرى أيضاً والجهات والمنظمات والمبادرات المجتمعية يعني دعم وتقديم الخدمات الضرورية لكل في منطقته، إن على مستوى عزلة قدس أو جميع عزل ومديريات الحجرية وتعز واليمن بشكل عام. شكراً لكم وشكراً باسمكم للأستاذ عمار طربوش. الله لا سامحك يلي نويت عذابي، لا يلي نويت عذابي، بنيت مجدك على حسابي. وانا في دال المقبرة وما به، المقبرة وما به، وانا في دال امي لبن ترابي. لا لي 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 لا لي 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 ألا فكل ثم قنا عرفيك من العام، ألا قنا عرفيك من العام، مرعب كبير متواصلين العروب. لا لا لي لا لي 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 لا لي لا لي لي ألا هات القلم شاعل لماكي تكتب، لا شاعل لمك تكتب، شاعل لمك كيف أصولة الحب. لا سامحك يا الحب لا سامح لك، لا يا الحب لا سامح لك، جننتني وأنا خليقت قبلك. أحد الفنانين الصاعدين من أبناء قدس، نشأ وترعرع في أسرة فنية توارثت الغناء والفن الجميل، إنه أيمن أمين، موهبة استثنائية وقامة صوت مميز مكنه من التحليق عاليا في مقامات الغناء وإجادة غناء ألوان تراثية يمنية متعددة،
كاللون التعزي واللحجي والتهامي والصنعاني والحضرمي. قولي لي ما غيب متى سده يضم مسيون وآب يهدي لأرض القنتين سبود والبيض تقطف زهور الورد زهور الورد بين الطلول هذه بلادي وأنا فلاحها يا سحابة فوق خضر الحقول قولي لي مارب متى سده يضم السيول شن المطر يا سحابة فوق خضر الحقول قولي لي مارب متى سده يضم السيول وآب يهدي لي أرض الجنتين السبول والبيض تخطف زهور الود بين الطلول والبيض تخطف زهور الورد بين الطلول والبيض تخطف زهور الورد بين الطلول. وهذه مقطوعة من الألوان اليمنية وهي اللون الصنعاني وهي تتعدد إلى عدة فروع. نفسك قوي بتحبي نفسك وبس وطبعك الفوضوي قد زاد على من درس بتحبي نفسك قوي بتحبي نفسك وبس وطبعك الفوضوي قد زاد على من درس اتعبت روحي لوي حتى قطعت النفس أتعبت روحي لوي حتى قطعت النفس بيني وبينك بلاك ومتاري متباعدة أنا رقيق الفؤاد أبكي من الباردة بيني وبينك بلاك ومتاري متباعدة أنا رقيق الفؤاد أبكي من الباردة بتحب نفسك قوي. هنا أيضا معنا لون من الألوان الغنائية اليمنية التراثية وهي اللون الحضرمي. قال سلطان هذه النوب نوبي بدلوني بنوب
يا غارة الله هكذا بالمحبة تعاملوني ما عليكم ذنوب يا غارة الله ودان يا دندان دان يا دندان يا غارة الله قال سلطان هذا النوب نوبي بدلوني بنوبة قال سلطان هذا النوب نوبي بدلوني بنوبة هكذا بالمحبة تعاملوني ما عليكم ذنوب هكذا بالمحبة تعاملوني ما عليكم ذنوب نسترح ننبسط يا نور عيني ما علينا ذنوب نسترح ننبسط يا نور عيني بان صف القلوب ودان يا دندان دندانا ودان يا دندان يا غرق وادي المصلى الخالد في تفاصيل قصيدة وألحان أغنية يا نجم يا سامر فوق المصلى كل من معه محبوب وأنا لي الله. مشاهدينا من هذا المكان الجميل المطل على المصلى الذي غنى عليها الفنان الكبير محمد مرشد ناجي نودعكم نلتقيكم في حلقة قادمة دمتم في رعاية الله. صلى